هنا باب العمود، هنا باب دمشق، باب لد، تاريخ طويل، ولكن أيضاً الشارع الأنشط الذي يؤدي إلى داخل البلدة القديمة ويصلها بالعالم الخارجي. هنا تاريخ طويل ولكن واقع أليم. هنا استشهد العشرات من الفلسطينيين، هنا وقفوا قبالة الآلة العسكرية الإسرائيلية ليقولون لا للاحتلال. هنا رأينا الدماء وهي تسيل في ساحة باب العمود. عام 2015 و2016 و2017 شهدت منطقة باب العمود وخاصة الساحة المدخل الرئيسي للبلدة القديمة شهد عمليات إعدام بحق فلسطينيين، وقد للأسف الشديد تم التوجه والخطاب في أكثر من مرة مع المؤسسات الأمنية الإسرائيلية لتصدير الفيديوهات التي تثبت أن هنالك لم يكن أي تهجم أو أي هجوم من قبل الفلسطينيين على قوات الاحتلال. رفضت سلطات الاحتلال الإفصاح عن هذه الفيديوهات واعتبرت أنها مواد سرية، ومن هنا نرى أن هذه كدليل واضح على أن هذه كانت إعدامات بدم بارد. يعني الإعدامات المدنية، يعني باب العمود حتى سموه باب الشهداء آخر فترة، صاروا يطلق عليه يعني شبان وناشطين أنه باب الشهداء. حصل إعدامات ميدانية كتير، استعمال مفرط للقوة، الرصاص حي، يعني حتى في عدة حوادث تصاوبوا ناس ما لهم علاقة بالحدث، وحتى اللي تم إعدامهم كان بالإمكان إنه ما يتم إعدامهم، فهم استغلوا الموضوع هذا بقذارة، فلنحكي ليستخدموا العنف وليعملوا رادع وليرعبوا المقدسيين وزوار اللي بدهم يجوا على القدس. أن في بعض الحالات كانت هنالك سكاكين للفاكهة تم الادعاء أنه تم استخدامها للقيام بهجوم على أو بالقيام بعملية ضد شخص أمني عسكري إسرائيلي، ولكن ما نعرفه أنه للأسف الشديد أن التدريب الذي حصل عليه أو الذي تحصل عليه قوات الاحتلال هي تستطيع أن تسيطر على هؤلاء الشبان، لكن ردة الفعل التي كانت وفي معظم الحالات أنه كان مباشرة إطلاق نار للقتل وليس لعملية منع الشخص من استكمال ما يريد أن يقوم به، لكن هي كانت مباشرة بعملية قتل بدماء باردة، وذلك ليس بالأمر المخفي لكسر معنويات ولتخويف المجتمع الفلسطيني. هذا بالفعل ما أثبته جميع التوثيقات التي قامت بها العديد من المؤسسات الحقوقية. كي نكون شفافين أكثر، اختيار باب العمود هو لم يكن، يعني القتل الذي كان في باب العمود هو لم يكن خيار إسرائيلي بحت. حتى الشهداء الذين قرروا أن يقطعوا الحواجز ويستشهدوا في مدينة القدس اختاروا باب العمود، ولم يكن قرار إسرائيلي، هو قرار مشترك، شهداءنا اختاروا هذا المكان وكانوا يعلمون جيدا أن هذا المكان يحمل ما يحمل من رمزية، والاحتلال أسال الدماء بدم بارد. يعني كان في إمكانية لا 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 للحل أو لاعتقال منفذين العمليات، لكن كان القتل لردع الناس ولفك الارتباط ما بين الناس البسطاء عن باب العمود. فلهذا السبب أنا بتصور أنه هذا أهم الأسباب اللي كان يكون فيه القتل بشكل مفرط في باب العمود. استخدام العنف المفرط في حق الفلسطينيين وخاصة في عمليات القتل بدماء باردة ضد الأفراد الفلسطينيين هو بحد ذاته خرق للقانون الدولي، خرق للقوانين والأنظمة الإسرائيلية التي تلزم
القوات الأمنية في أن يكون هنالك طرق خاصة بالتعامل مع الأشخاص الذي يشتبه بأنهم يريدون القيام بعمليات. كان في هنالك توجه للشرطة الإسرائيلية لنشر الفيديوهات التي نحن متيقنون أن العملية كانت لم تكن هنالك عملية مجابهة أو تهديد فعلي وخطير لأفراد الأمن المتواجدين في تلك المنطقة، إن كانوا شرطة أو كانوا حرس حدود، لكن تقوم شرطة الاحتلال، وهذه نقطة جدا مهمة يجب أن تذكر، تقوم بالتعتيم على هذه الفيديوهات لأنها تؤكد وتوثق أن الشرطة الإسرائيلية وأفراد حرس الحدود قاموا بعمليات الإعدام. نحن طلبنا كمؤسسات حقوقية في أكثر من مرة أن يتم تزويدنا بهذه الفيديوهات بهذه الكاميرات، لكن للأسف كان هنالك رفض. طبعا هون إذا بكون الشاب رايح على باب العمود طالب مدرسة بتم تفتيشه أمام الملا بشكل مهين بشكل قذر، يعني فعلا الشاب بيشعر بإهانة، وحتى اللي بشوفه بنتشر إشي على فيسبوك بصير تفكر مليون مرة أجي على باب العمود أنزل، بلاش يشوفوني بلاش يفتشوني، يعني هم اللي بيعملوه كمان له أثر على المحيط. إن عملية التفتيش المذلة التي تقوم بها سلطات الاحتلال ممثلة بحرس الحدود أو الشرطة الإسرائيلية التي تتواجد بشكل مستمر في منطقة باب العمود في المنشآت العسكرية الثلاثة التي بنيت مؤخرا تعتبر أمر لا يرغبه ولا يستطيع أن يتوالف معه المقدسي أو الفلسطيني، لأن أي فلسطيني يمر من خلال باب العمود يعتبر أنه شخص مشبوه، يجب أن يتم فحصه. هذا جعل شكل من أشكال حاجز ما بين المقدسيين الفلسطينيين والبلدة القديمة والدخول من البلدة القديمة من باب العمود. إذا ما رأينا الأبواب الأخرى المختلفة كمثل باب الخليل أو باب النبي داود أو حتى باب السهرة، لا يوجد هذه الممارسات المذلة في حقنا كمجتمع فلسطيني كمجتمع. العنوان السياسي لأهالي مدينة القدس، هنا كانوا يتظاهرون يحتشدون وأيضا يطالبون بإنهاء الاحتلال أو إيقاف العدوان على قطاع غزة. لذلك فإن جنود الاحتلال استخدموا بحق الفلسطينيين هنا مقابل باب العمود أبشع أنواع العنف الجسدي. كان ذات يوم باب العمود هو قبلة الناشطين الثقافيين والسياسيين، اليوم باب العمود خاوي على عروشه من ناحية هذه النشاطات. اليوم في قمع، اليوم الاحتلال يدرك جيداً رمزية هذا المكان ويعلم أن من هذا المدرج تنطلق أي فكرة فيها تجسيد لانتماء للمدينة المقدسة. مرات بقعد بحكيش ولا كلمة، يعني تسرح في باب العمود تفكر في حجاره، يجي عبالك تاريخه، تتخيل قبل ألف سنة شو كان الحضارات اللي مرت، ودائماً بتضل بتحس بعروبيتك، بتحس بالتراث اللي حواليك، التراث فخم، باب العمود وأروع مكان، هو يعني في إرث من التراث والحضارة، فالجلسة لوحدها علاج، في أجواء روحانية لما بقول أنا باب العمود، أصبح باب العمود هو المكان اللي بنعرض فيه نشاطات الاجتماعية الشبابية الثقافية، وأيضاً فيش مكان أفضل منه لأي رسالة وطنية. فكان الفعاليات اللي صارت هون بال 2013 وأيام توحيد الأرض وضد قرارات برافر وتوحيد القدس، كان باب العمود وصل رسالة بتصور وصلت صداها لكل العالم، وكانت رسالة قوية ومؤثرة، وكل هاي الوقفات وكل هاي الاعتصامات ارتبطت بأسهم باب العمود، يعني هو قبلة الأحرار، هو قبلة دينية، يعني باب العمود الحديث عنه يطول ولا ينتهي. باب العمود شهد ما شهد من المبادرات، من هذا المكان تخرج الكثير من الأسرى والشهداء من باب العمود في مبادرات، أطول سلسلة قارئة في باب العمود الشهيد بهاء عليان رحمه الله من هنا من باب العمود، فكانت المبادرات في باب العمود على قدم وساق. هذا برجع سببها أكيد لرحابة
واتساع هذا المدرج. فباب العمود شهد، نعم شهد ما لم تشهده كل مدينة القدس من نشاطات ثقافية. بتذكر يوم توحيد القدس كان هون في مئات الشباب المقدسيين بالأعلام الفلسطينية رقصوا ووقفوا وكانوا ند لآلاف المستوطنين، يعني عدد الشباب المقدسيين عطل المسيرة وأخر انطلاقها. في بصير تمركز وبنتشروا الشباب، يعني باب العمود هو بيكون المركز وزي كأنه مركز عمليات إشي عفوي، بروحوا على كراج نابلس على شارع صلاح الدين، يعني هو مسؤول كغرفة عمليات. وحتى أن هذه الاعتصامات التي لم يتعدى الحضور الفلسطيني عشرات اعتبرت تهديدا للأمن الإسرائيلي، وقاموا بتفريق المتجمعين بالقوة، حتى أنهم في العديد من المرات كانوا يحضرون الأحصنة ويطلقون قنابل الغاز لتفريق ما يتعدى 40 شخص متواجدون للاعتصام. وهذا ما نذكره أيام حرب غزة في عام 2009 و2012 عندما كان هنالك الاعتصامات في باب العمود. وحاليا بما أنهم يعرفون أنها منطقة احتكاك فهم يريدون أن يفرغونها. مثال آخر، عندما نتحدث عن ما يعرف بيوم توحيد القدس والذي تقوم به مسيرات صهيونية إلى المدينة، كنا كمجتمع فلسطيني نتجمع عند باب العمود، حاليا يرفض ويمنع أي فلسطيني من التواجد في هذه المناطق وتوضع الحواجز الحديدية لمنعنا من الدخول إلى البلدة القديمة. عدا عن ذلك هنالك انتهاك لحق التجمع وحق التظاهر الذي يقوم به الفلسطينيون في منطقة باب العمود، وخاصة إذا ما كان هنالك حدث. باب العمود ليس فقط قصص الاحتلال والقتل الإسرائيلي، ولكن أيضا تاريخ طويل لمدينة القدس. هذا باب روماني ومن فوقه باب عثماني. هنا تاريخ الحضارة، هنا تاريخ العلم. في هذا المكان الذي هو شاهد على من غزوا المدينة، على أولئك الذين جاءوا من بعيد، على هذه الأسوار التي كانت تحمي المدينة، ولكن أيضاً قدمت للعالم من هذه البوابة حضارة وعلما ونور. القدس منذ تأسيسها سواء كانت كنوة في بلدة سلوان أو توسعها باتجاه الشمال كانت المدينة مصورة، ووجود أسوار يعني وجود بوابات. لكن فيما يخص باب العمود، التسمية أولاً والاستقرار في السور في هذه المنطقة يعود قطعا الى فتره هادريان. وهادريان ان حكم من 123 133 يعتبر من اعظم الاباطر الرومان. لكن واضح جدا انه في هذه المدينه كان في عمليه بناء، عمليه توسع، عمليه تقلص. يقال انه حسب الاجتهادات الاثريه ان سور القدس امتد الى الشمال من هذه المنطقه، لانه نعرف ان المدينه قد تم هدمها بالكامل في فتره تيتوس سنه 70 ميلادي، وبقيت القدس مهملة وأصبحت قرية صغيرة بعدما أن كانت كما يقال مدينة موسعة كبيرة كوزموبوليتان، إلى أن آتى هادريان فوجد المدينة وهي مهملة فأعاد بنائها وسماها إيليا كابيتولينا، إيليا نسبة إلى عائلته التي يعرف هادريانوس إليانوس، وكابيتولينا تعني اتحاد الآلهة الأربعة الوثنية التي كانت تحفظ المدينة حسب المفهوم الوثني الروماني في تلك الفترة. فإن الزائر لباب العمود كما يراه اليوم سيراه يتكون من طبقتين معماريتين، الطبقة السفلى
واللي هي المستوى الروماني أو ما يطلق عليه الميدان الروماني الفورم الروماني، يعود إلى فترة هادريان. لكن ما يظهر من باب هادريان هو جزء بسيط من ثلاثة أجزاء، لأن الباب ثلاثي والمنطقة الوسطى أعلى من المنطقتين الجانبتين. تمت حفريات هنا في عام 1960 تقريباً على يد كاثلين كينيون وكشفت عن بقايا الباب، لكن نظراً للتطور المعماري اكتفي فقط بفتح الجزء الشرقي من الباب الثلاثي، وعليه يمكن الزائر أن يشاهد هذا القوس الذي أشبه ما يكون بقوس النصر الروماني الذي يؤسس في روما أو في المدن العظيمة. فكان في بعد المدخل يوجد ساحة مفتوحة كان بها سارية طويلة ممتدة يتوجها تمثال الإمبراطور هادريان، وكأنه يرحب بزوار المدينة. وما أن هذا العمود كان طويلاً ومستدقاً، يبدو أنه كان يشاهد من مناطق بعيدة فسمي بباب العمود، لكن مع تغير الزمن بالواقع سقط العمود وسقط التمثال وتغيرت الأمور وارتفع مستوى الطبوغرافيا وارتفع مستوى الشارع. وعليه من يريد أن يتعرف على القدس الرومانية عليه أن ينحدر بعدة أمتار حتى يرى الشارع الروماني. ما نمشي عليه اليوم هو المستوى العثماني أو المستوى المملوكي، وهذه طبقات متراكمة لتطور مدينة القدس المعماري. هذا المكان هو الأقرب على كل مقدسي نظراً لجغرافيته. أنا أجزم بأنه ارتباط سكان أهل المدينة في هذا الباب هو قبل الهندسة الحديثة، يعني هو ليس مرتبط بشكل المدرج الذي تم بعد احتلال مدينة القدس. إن رجعنا الصور القديمة لباب العمود تحديداً سنجد من هنا كان موقف الحافلات، ومن هنا نجد الدواب والتجار. هذا الباب هو القصب الرئيسي، هذا الباب هو المؤدي إلى حارة النصارى والأحياء الإسلامية، يدخل أغلب سكان المدينة. فترة صلاح الدين كانت فترة ازدهار لسور القدس، لكن كل ما نعرفه عن الفترة الأموية من مميزات السور هو عبارة عن مجموعة من الكتابات والنقوش الأثرية التي تؤرخ لعملية سور القدس، خاصة في فترة المعظم عيسى وما سجله المؤرخون والنقوش الأثرية في فترة صلاح الدين. اهتم صلاح الدين في مدينة القدس وفي تحصينها بشكل كبير جدا، لكن كما قلت المعظم عيسى قام بهدم جميع هذه الأسوار تقريبا لا خوفا من وقوع المدينة بأيدي الفرنجة مرة أخرى. لم يكن باب العمود بهذا الشكل، لكن كلنا نعرف أنه في السابق قديم، يعني في 1900 في بداية 1900 كانت الحافلات تقف ملاصقة لباب العمود، يعني في هذا المكان بالذات، في هذا المكان تحديدا كان هنا مجمع البساط وهنا مجمع التجار. حينما كنت صغيرا قبل الجدار أذكر أن سيارات رام الله كان موقفهم باب العمود تحديدا، وكنا نسمع رام الله ونسمع نابلس ونسمع السماسرة ينادون على الركاب من هذا المكان تحديدا، من شارع نابلس، بوابة نابلس. فهذا المكان هو العصب، هون أنت بتقدر تحافظ على الطابع الفلسطيني. أما إن اتجهنا أكثر باب الساهرة باب الأصباط، لا أظن أن هناك متسع أو مساحة تسمح للسكان بالجلوس بهذا العدد، يعني فرادى نعم في أماكن هناك. باب العمود هو الوسط، وأنت في وسط مدينة القدس وأنت تحافظ من خلال الجلوس هون على فلسطينيتك. لا شك أنه التحفة المعمارية الموجودة عندنا هي تحفة عثمانية. في فترة قدوم السلطان سليمان القانوني نعرف أن سور القدس لم يكن مكتمل في فترة المماليك، كان هناك بعض البوابات لكن لم يكن هناك سور مكتمل، كان هناك قطاعات في السور. فوجد أن هذه المدينة بحاجة لعناية فقام بعدة مشاريع معمارية كبيرة جدا نهضت بالقدس وعادتها إلى سابق عهدها وإلى مكانتها العربية الإسلامية. ممكن تشبيهها بالفترة الأموية وممكن تشبيهها بالفترة المملوكية. ومن ضمن هذه المشاريع العظيمة التي قام بها السلطان سليمان كان إعادة بناء لسور القدس. البعض يعتقد أن هذا عملية ترميم، لا، لدينا إعادة بناء كاملة. الأساسات قديمة بنيت عليها جدران ومساليب معمارية حديثة جدا يظهر فيها المميزات للعمارة العسكرية والمميزات العمارة العثمانية المحلية التي يشار إليها ببنان. أوكل البناء إلى شخصيات عظيمة جدا إدارية من الدرجة الأولى، أشهرها محمد شلبي النقاش الذي كان يلقب بالأمين على الأموال السلطانية والأمين على بناء سور القدس. يعني هذا ضمن خطة أمنية حتى اسمها خطة باب العمود، إنشاء 16 مركز أمني في مدينة القدس، وفي عندنا هي أبراج مراقبة في باب العمود
تغيير للمعالم التاريخية، تغيير لمشهد اللي تعودناه على باب العمود اللي هو البوابة، انه هو مدخل مدينة القدس المقدسة، بالاستعراض العسكري طبعا، لانه القدس تعتمد فقط على السياحة الداخلية. من قام بالبناء هي عبارة عن ائتلاف من معماريين محليين ومعماريين شوام، أشهرهم كان علي بن نمر الذي تنسب إليه عائلة النمري، فأصبحوا علي بن نمر النمري، ولديه أسرة معمارية استمرت حوالي 4 قرون. بني الباب بأسلوب عسكري كان متبعاً في العصور الوسطى والعصور القديمة أيضاً، وهي العمل على إعاقة المهاجمين أو المقتحمين. لو كان الباب يتيح الدخول مباشرة بعد الاقتحام سيتم الاختراق، لكن هنا يوجد بعد الدخول والمعاناة يواجهك حائط، وعليك أن تتوجه ثانية في زاوية 90 حتى تكمل الدخول، وهناك يوجد باب آخر وإعاقة أخرى، وتكشف نفسك أيضا للمدافعين إذا كنت مباشرا بهذا الشكل الترسل، لكن حينما تتجه بهذا الاتجاه أنت أيضا تعرض نفسك أنت بزاوية أخرى، مما يسهل على المهاجمين التصدي لك. هذا أسلوب كان سائد في كل العمارة العسكرية تقريبا، وأيضا طبق في سور القدس. يقول أهالي مدينة القدس بأن الجلوس هنا على درجات باب العمود له شعور مختلف، هنا ترى الأصدقاء، وهنا ترى العائلة، وترى أيضاً الغرباء، حتى أن الفنان إسماعيل الدباغ عندما أنتج مسلسلاً كوميدياً عن مدينة القدس أسماه مسلسل باب العمود، لأن الكوميديا والتراجيديا موجودة في هذا المكان. هذه بعض القصص عن باب العمود، الساحة، التاريخ، الحاضر الأليم، ولكننا لو دخلنا من هذه البوابة سنجد الآلاف من القصص الأخرى.